دينا خفيفين دينا بيش عشقية سديدي خير. الإيمان بالله والخوف منه وليس من أحد غيره، وأن تكون التقوى هي الزاد في سعينا إلى الحرية والسعادة، وبهذه الأمور نحن نزداد قربا من الله عز وجل. على الجانب الآخر، وبرغم الاتفاق المبرم بين دولة الشيشان والروس، فإن روسيا ظلت تتحرش بها وتعمل على إثارة الفتن والقلاقل، وقامت بعدة محاولات لاغتيال القادة الميدانيين، حتى إنهم رصدوا مبلغ مليون دولار لمن يقتل القائد شامل بسايف، وبثت العديد من عملائها لإثارة الفتن والنزاعات الداخلية، وأخذت تمارس حصارا اقتصاديا شديدا، ومنعت الشيشان من التعامل مع العالم الخارجي حتى لا تتصرف في مواردها الطبيعية من النفط والغاز، ولم تسمح بفتح مطار العاصمة. وبالأخذ في الاعتبار أن البنية التحتية كان قد دمرها الروس في الحرب السابقة، فإنه كان من المستحيل أن تقوم للدولة أي قائمة. والحقيقة أن الشعب الشيشاني بهذه الحالة كان معرضا للموت البطيء، ولم يكن أحسن حالا من حالة الحرب. كانت التصرفات الروسية هذه خرقا للاتفاق السلمي، ومحاولة لاستغلاله لتدمير دولة الشيشان. توالت الأحداث المفعمة بالتوتر، وبدأت المناوشات في الداغستان بين الروس وأهل القرى الحدودية مع جمهورية الشيشان، فكانت محاصرة الشرطة الحكومية لقرية تسومادي الداغستانية، وقد استنجد أهل القرية بإخوانهم في المناطق المجاورة، فتفرقت الشرطة لتأتي الطائرات الروسية والمدافع فتحاصر القرية وتدكها على أهلها. حينئذ استنجد أهل القرية بإخوانهم في الشيشان الذين ساروا لمناصرة إخوة العقيدة دون تردد، بعد ما دخلت القوات الروسية داغستان وحاصرت القرى والولايات التي أعلنت الشريعة. وهذه الخطوة قد أعد لها مسبقا من قبل الحكومة الروسية بعدما أنشأت الشرطة العسكرية التي تسمى بالأمون، وعدت هذه القوات فقط لمقاومة الإسلاميين في أرض القفاز ولمواجهة الصحوة التي عمت شعوب القفاز بفضل الله سبحانه وتعالى من بعد انتصار المجاهدين في أرض القفاز في الشيشان على القوات الروسية. ومن المعلوم مسبقا قبل سنة ونصف وسنتين أنشئ مجلس الشورى الإسلامي الكونغرس لشعب الشيشان وشعب داغستان، إذ أن تاريخ هذا الشعب تاريخ واحد، إمامهم واحد، إمام شامل، يعني أرضهم واحدة، وكان يطلق على هذه المناطق كلها باسم داغستان، الجبال البلاد الجبلية. ولكن الحكومة الروسية بالعشوائية والحماقة والهمجية اللي عندها أرسلت زجة للقوات الروسية بالجنود والآليات والطائرات وطائرات العمودية أيضا في قصف هذه المدن وهذه القرى، فما كان هناك حل أمام إلا تقديم النصرة الواجبة عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. وتسارعت الأحداث بعدها لتروي لنا أبشع مأساة إنسانية عرفها العصر الحالي. جاءت القوات العسكرية الروسية بأضخم ترسانة أسلحة لم تستخدم من قبل، لا كما ولا نوعا، لتحرق الأخضر واليابس وتدمر وتبيد كل دابة على الأرض الشيشانية دون تفريق بين محارب ومدني ولا صغير ولا كبير. سيسترو
والقلب يشكو. قصف عشوائي بأضخم آلات الحرب والمعدات الثقيلة وأسلحة الدمار الشامل جوا وبرا على المدن والقرى، حولت ليلها نهارا ومعالمها أطلالا. والأمة الثكلى تنور. ضرب وتدمير لقوافل الفارين واللاجئين من النساء والأطفال والشيوخ بلا رحمة ولا هوادة، في سابقة لم يعرف لها مثيل في عصرنا الحاضر. وإمعانا في إبادة شعب بأكمله، كانت تضرب الأسواق والمساجد المأهولة للمدنيين العزل. الحصن يضرب خنجرا في جسمها، وبحكم قانون العدالة تجهد، وبحكم قانون العدالة تجهد. وقد كان واضحا أن الروس كانوا يوجهون مدافعهم ونيرانهم إلى صدور المدنيين العزل لعجزهم عن مواجهة شجاعة هؤلاء المجاهدين. أقسم بالله العظيم أن مكائد الكفار لن تؤثر علينا، لم نخضع ولن نخضع. بهذا السيف سوف نمزق يلتسن ومن والاه، ما ركعنا ولن نركع، ولو أبدنا عن بكرة أبينا فلن نرضى الذلة. والمنافقون لهم من هذا السيف نصيب، والله وعدنا، الله وعدنا بالنصر على الكافرين. وهذا السيف سوف يطال يلتسن وسوف يصل لبوتين، وسوف نمزقهم تمزيقا. ولم يخفي الروس نيتهم التدميرية هذه، فهم قد أعلنوا على الملأ حظر خروج من هو فوق العاشرة وتحت سن الستين من المدن والقرى التي يحاصرونها. وبالطبع فإن المسموح لهم مما يعني القضاء على معظم الأهالي. يقتحمون المستشفيات ويقتلون من فيها من الجرحى المدنيين الأبرياء. ترسانة عسكرية كاملة تعتبر ثانية أضخم ترسانة في العالم، لم توجه لقتال قوة عسكرية مضادة، وإنما كانت موجهة إلى المدنيين العزل لإبادتهم بلا رحمة ولا هوادة.